فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأفضل أن أصلي في الصف الأول عن يسار الإمام أم في الصف الثاني عن يمينه؟ نعم، يقول: هل الأفضل أن أصلي في الصف الأول؟ الأول أفضل، فتصلي في الصف الأول ولو عن يسار الإمام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.